الأهل بيحبوا يعرفوا كيف يقدروا يساعدوا أو ياخذوا التبس لحتى يقدروا يساعدوا أولادهم على النطق أو القراءة، القراءة إذا فينا نقول بين عمر 4 سنين لخمس سنين. بولادة بالدنيا رح نستقبل ضيفتنا نعرف عنها أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير رنا، حضرتك معنا اليوم لحتى نحكي عن موضوع كيف نعلم الأولاد النطق أو القراءة من عمر 4 سنين لخمس سنين. رنا رمان رماح، حضرتك اختصاصية بتقويم النطق. أول موضوع منحب نسأله أو نعرف عنه، العمر أكيد بيأثر من 4 سنين لخمس سنين لحتى الولد يتعلم يقرأ، بس هو بيحفظ يعني الحرف ولا يعني أول شيء بيقدر يحفظ الشكل ولا بيقدر دغري إنه يتعلم يقوله؟ كيف يعني بدنا نوصل له إياها بطريقة كتير بديهية؟ هلا الفكرة إنه أول شيء أكيد بيحفظ شكل الكلمة، يعني بيحفظها كصورة، لأنه إجمالا بكل الكتب يلي بيكون عم بيقرأ فيهم حتى قبل كتير من عمر 4 سنين بيكون عم بيقرأ بكتب موجود الشكل أو الحرف أو الكلمة كلها موجودة تحت الصورة، فهو بيكون شايفهم قبل. وحتى بالمدرسة يعني من الصفوف الكتير صغيرة لما الولد بيكون بالصف عم بيشوف اسمه، عم بيشوف ايام الاسبوع، يعني الكلمات عم تنعرض وعم عم يحفظوا لانه عم يضلهم موجودين قدامه كل يوم. كل يوم كل يوم اكيد. نعم اوكي. كيف فينا نعلم يعني اذا الولد طبعا دائما بحاجه لانك تشجعيه ولحتى انك تعطيه حافز لانه يقرا، وفي ولاد بيقعدوا وفي ولاد ما بيقعدوا بضلوا ملتيين، كيف بدك تشجعي الولد انه يتعلم يقرا او تحببيه بالقراءه اذا فينا نقول؟ نعم، هلا في شغله كثير اساسيه انه لحتى نحمسه ونحبزه انه يقرا، في شغله قلتيها كثير مهمه بالاول، عم بتقولي كيف بدنا نعلم الاولاد النطق او كيف بدنا نعلمهم القراءه، يعني صرتي اذا بدك بين الاثنين. عم بتقولي هو معك حق 100% فيهم، لانه الولد يلي بده يتعلم يحكي بالاول مش غلط ابدا انه يكون في بين ايدينا سوبر او شيء موجود مكتوب. هلا نحن مش رح نطلب منه هو انه يقرا، ولكن هالسوبر موجود كثير مهم بعمر كثير صغير، يعني حتى قبل عمر السنتين الاولاد يشوفونا بالبيت معنا كتب، نحن نعرض عليهم كتب، يعني كتب الاولاد الصغار ببلشوا بيكون قماش، بيكون اشياء محسوسه وملموسه بيقدر الولد يقرا. صحيح. وبتتطور، بس هي بدها تبلش لحتى تحببيه، تخلق هيدي العلاقه بينه وبين الكتاب، يكون نعم موجود الكتاب لحتى يقدر يحبه. وبده يشوفنا، يعني الولد بده يشوفنا لنا لانه هو بقلد اهله، بده يشوف انه الكتاب موجود، خاصه هلا كثير صعبه وعم نلاقي كثير صعوبات مع اولادنا لانه كله كمبيوتر وايباد وكل هال التكنولوجيا اللي عم بتفوت عم تغني، بتأثر سلبي كثير على هذا الموضوع. صح. وبدهم يوصلوا، بس يمكن بتفتح لهم ذهنهم بطريقه اخرى، يعني يمكن بالكرياتيفيتي او بتوسع خيالهم، بس كمان بتحدهم بي يمكن من ناحيه الكتب مثل الجريده. نعم اكيد هالايام بطل العالم كثير تقرا الجريده لانه صار موجودين المعلومات كلهم على الانترنت. 100%. طيب طب بس اكيد في طرق يعني لحتى الولد يقدر يكتسب القراءه ويحبها غير انه بس كمان انه نحفظ، يمكن كمان بركي من الاشكال الكتب اللي حتى بيجذبوه ام لا؟ هلا ليك انا مثلا في هون عندي مثل كتاب، هذا كتاب بنستعمله قبل عمر السنتين وحتى على السنتين وطالع، اذا بتطلعي بتشوفي انه هيدا الصفحه هون كلها محطوط عليها رسمات والالوان كثير حلوه بتجذب الولد. صحيح. هون عم بحكي قبل عمر 4 سنين، وحتى الاولاد اللي عمرهم 4 سنين كثير بحبوا هالكتب هاي. بس بشوف كثير رينا في ولاد من عمر اصغر من 4 سنين ببلشوا ينطقوا مزبوط. اكيد. وببلشوا يعني اذا بتقولي لهم على حرف معين وبتفتحي لهم الكتاب بيعرفوا بيقولوا لك هيك انه 100%، بس لانه عم تنعاد، يعني اجمالا الولد تحت عمر 4 سنين بحب انك تعيدي له القصه كثير. يعني هون يمكن اكثر شوي هذا الموضوع بيرجع للاهل وقتها بيكون هن عم يعملوا افور اكثر ليعلموا الاولاد او يعطوهم من وقتهم اكثر بالبيت كيف يقولوا لهم عن الحروف ويرددوا على دينتهم هذا الموضوع. ايه ولا يعني انا بفضل انه بعمر صغير تشددي على الكلمه اكثر من الحرف لحتى ما تحرق المراحل وتتركي للمدرسه دور انها هي تفوت الحرف بطريقه محدده للولد لحتى ما يكون في طريقتين نحن عم نمرقهم للولد وتكون طريقه واحده ونحن ساعتها بندعم المدرسه بطريقتها. بس قبل
ما يبلش يتعلم الأحرف كحرف، في عندك الكلمات يلي هي كيف موجودة. أوكي، كيف فينا نعلمون؟ يعني إذا بهذا الكتاب موجود بأي طريقة؟ هلأ هون انتبه، مش قصة تعليم. مثلا أول مرة، ما هي كذا مرة، أول مرة لنقول بلشتي عم بتخبر الولد هون عم نشوفه قدامنا شو عم بيشوف. اوكي، وشو عم بشوف وعم نقري له، هو عم بشوفنا. اوقات كثير نحن عم نطلع هون، واوقات من دون ما نشعر بنلاقي انه عم نحط ايدنا وعم نبلش نقرا. اوكي، بتوصلي على مطرح مثلا قلتي له راح مثلا الولد وعمل هيك ورجع لبس، بقول لك هو الجاكيت. بتكون مكتوبه مثلا هون الجاكيت او المانتو، بس عنده صورتها بنفس الوقت. ف على كثرة التكرار ممكن كثير نوصل النهار يشوف بس الاسم ويقول لك انه هيدا جاكيت او هيدا مانتو، لانه حفظها مثل كانه مثل صورة المانتو يلي شايفه فوق. أوكي. نفس الشيء يعني بتنطبع بذهنه كصورة، نفس الشيء مثل الصورة. دونك هيدا يعني عم نحكي الحروف بينطبعوا بالكلمة، الكلمة مع الحروف طبعا. اكيد طبعا، بس ما بكون عارف انه مثلا لنقول هون عطينا مثل مانتو انه هيدا ما وهيدا وهيدا نهول، ما بيكون عارفهم، بس ولكن بيكون شايفها كلها. هلا ممكن بعدين يصير شوي شوي يميز انه مانتو، بنقول له شو عم تسمع بالاول، يقلنا ما، يصير يعرف لنقول انه هيدا ما. عرفتي؟ يعني القصه كثير بتصير بطريقه تدريجيه، ولكن الاولاد اجمالا ببلشوا يتعلموا القراءه من خلال الكلمه كلها، يعني من خلال شكل الكلمه كله. وبعدين المدرسة، يعني المدرسة هي يلي رح تقلنا شو الخيار، لأنه عندك بالمدارس منسميها الميثود جلوبال، يعني ببلشوا بيستعملوا الكلمة كلها وبيعلموا الولد يقرأ من خلال الكلمة ويركب جمل من خلال الكلمة، وعندك مدارس بيستعملوا الميثود فونيتيك، يعني لا ما بيمسكوا الكلمة بالأول، بلشوا الحرف كل حرف حرفه بيجمعوا الأحرف صح لحتى تصير كلمة. أوكي. وعندك مدارس بيستعملوا الميثود ميكست يلي هي بيعتمدوا على الكلمة كلها ككلمة، وبذات الوقت بيكونوا عم بيشتغلوا على الحرف كحرف. أيها الأنسب برأيك؟ لكن ما في أنسب. هلأ نحن هون نحن عم نحكي عن أولاد ما عندهم مشاكل. أنا كأخصائية نطق أغلبية الأولاد اللي بشوفهم أكيد عندهم مشاكل، ومشان هيك تيلقطوا الحرف، مشان هيك نحن بنستعمل أكثر الميثود فونيتيك، يعني كل حرف بحرفه. ولكن الميثود ميكس يلي هي من ميلة الجلوبال، يعني يشوفوا الكلمة ككل والحرف مع بعضهم، هي كمان طريقة كتير مفيدة. أوكي، طب برأيك إذا الولد ما قدر يحفظ أو ما قدر يعرف الكلمة ولا يقدر يقولها للكلمة بعمر الأربع خمس سنين، شو بيكون هون الموضوع؟ هلا لقلك شغله، 4 سنين كثير صغير، يعني 4 سنين في ببلشوا اشاير معينه انها تبين، ولكن الاولاد ما ببلشوا يتعلموا يقروا قبل عمر ال5 سنين او 6 سنين، يعني حسب المدرسه. ما هو ال6 سنين يعني ايه، بس في عندك مراحل تحضيريه قبل لحتى الولد يتعلم القراءه، يعني هيدا هي المراحل، مثل كيف يميز الكلمات، شو عم بيسمع بالاول، شو عم بيسمع بالاخر، كيف يقسم الكلمه، هدول كلهم بينشغلوا قبل ما نوصل على انه الولد يتعلم يقرا. وهن هول يعني اذا الولد بلشنا نحس انه عنده ضعف بهالنواحي هدول، ممكن انه نقول يمكن يصير عنده صعوبات لحتى يلقط الحرف. هون وين كيف يصير الحل بعدين؟ يعني بيصير في اشخاص معينه اخصائيين صح بيعملوا تقييم وبيشوفوا اذا مزبوط الولد عنده صعوبات، وكيف ممكن انه يواجهوا الاهل، وكيف ممكن يتساعد الولد لوحده. طب بالمدرسه مفروض في طرق معينه كمان ليساعدوا الولد، غير يعني في اساليب حتى للتعليم، في اشياء مميزه لازم نحكي عنها؟ الشيء اللي كثير كثير مهم ويلي للاسف ببعض المدارس عم نفقده هو انه نقرب الحرف، يعني لما الولد يكون عم يتعلم يقرا حرف نقربه من شيء بيعرفه، يعني نشبهه للحرف لشيء معين، نشبه صوته لصوت شيء معين لحتى نخلي اول شيء لذه بتعلم الحرف، والولد يحس حاله عن جد كثير مركز لحتى يتعلم، ونخلي هالحرف يترسخ. يعني بدك تعطيه اساليب بصريه واساليب سمعيه قد ما فينا لحتى الولد يترسخ براسه هيدا الحرف. اكيد. هلا في شغله بس بدي اقولها كثير مهمه، انه كثير مهم كاهل وكمدرسه كثير نعلم الولد او ننمي له فكره انه نحن بنقرا كرمال نفهم، مش بنقرا كلمات نقرا ولانه واجب انه نقدر نتهجى، يعني
يحسوا انه من وراء القراءة في لذة، مش انه عم بقرا في هدف، مش انه عم بقرا لاقرا، مش قصاص يعني، مش قصاص يعني. اكيد، وهيدي هون بيرجع كيف الطريقة لنوصل له اياها ونخليه هو يحبها. في اولاد بصيروا هن بيركضوا لعندك انه بليز بدنا، وبيتشاطروا انه انا عرفت هالكلمة صح، وعلى الطريق بده يقرا هيدا الارما وبده يقرا، هون بيرجع كيف هن اهله حببوه. نعم، بهيدا الموضوع. انا بدي اتشكرك رينا وتشكر حضورك. رح نتوقف هلا مع فاصل اعلاني، ومن بعدها نرجع لعند الشيف شادي ونشوف وين صار بالتحديث، وكمان بدنا نعرف عن الأوسكار والجوائز يلي انربحت مع غيدا بالسينما.